السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جيل. الفيديو اليوم غادي نهضر على واحد الحاجه شريتها جديده. هاد الحاجه هادي غادي نستعملها في كل ما يخص التصوير الفوتوغرافي. كما شفتوا في العنوان اشتريت كاميرا جديده. هادشي اللي غنبارطاجي معكم في الفيديو ديال اليوم. ما عليكم الا تكملوا الفيديو حتى الاخر. الفيديو غيكون صغير، ما يكونش فيديو كبير بزاف. ديروا لايك للفيديو وابوناو في لاشين. بالنسبه للكاميرا هي كاينه في هاد الصك هذا. فوالا، هذا هو الصك ديالها. فوالا، شويه غنحل لكم الصاك وغتشوفوا الكاميرا. شحال هادي ما حطيت لكم شي فيديو، قلت اليوم غندير لكم فيديو جديد. كما كتشوفوا عندي شويه نقص في الاضافه هاد الفيديو هذا، عندي شويه الاضاءه شويه ناقصه هنايا، معليش. المهم فوالا، نوريكم دابا الكاميرا. فوالا نحلص بحال هكا كما كتشوفوا. فوالا فوالا فوالا، هي الكاميرا هي كما كتشوفوا. هذا الزوم ديالها، هذا الزوم كما كتشوفوا. ها هي هذه الكاميرا الجديده اللي خديت كما كتشوفوا. هي هذه، فوالا كنحلو هذه بحال هكا، فوالا كما كتشوفوا. الكاميرا اللي كانت عندي قبل هي هذه باش كنصور دابا، وهذه الكاميرا الثانيه. بالنسبه لهاد الكاميرا وهاد الكاميرا كيكون شي فرق بيناتهم، ماشي بحال بحال، ماشي نفس الشركه، كل وحده بشركه ديالها. فوالا، واحد شويه غادي نخرج ندير لكم فيديو بهاد الكاميرا هذه باش تشوفوا التصاور ديالها. بارطاجي لكم التصاور هنايا. هذا مكان، فوالا كما قلت لكم، هذا الصك ديالها، هذا الصك ديالها. هنا كدير الكارت ميموار، فوالا كما كدير هنايا. فوالا، ولكن نوري لكم وصافي، ما هادشي ماشي ضروري نبارطاجي. البطري كيدير هنايا، ها هو البطري كيدير هنا، كيدير من التحت، والكارت ميموار كدير في الجنب. إي فوالا، فوالا، ليتس جو، مشينا.